عبرت قافلة جرح الزبدان الحدود اللبنانية قادمة من سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية تمهيدا لنقلهم إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت ومنها نحو تركيا. في المقابل انطلقت في حدود الساعة الواحدة ظهرا قافلة مماثلة من بلدتي كفرية والفوعة المواليتين لنظام الأسد شمال إدلب، تقل 300 من جرح البلدتين وذويهم باتجاه الحدود التركية عبر معبر باب الهوى الحدودي، ومنها إلى مطار هاتاي متجهين إلى لبنان انتهاء إلى مدينة القصير حسب الترجيحات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من بيروت عبر سكايب مالك أبو خير مراسل أخبار الآن. مالك، أهلا ومرحبا بك، هل وصلت الحافلات التي خرجت من الزبدان إلى لبنان؟ مساء الخير. منذ قليل بدأت الحافلات بالوصول إلى مطار بيروت أو مطار رفيق الحريري بالوصول إلى المطار. بناء على الاتفاق كان هناك في جزئين رح يضل، الجزء الأول رح يطلع اللي هو ما بحاجة إلى علاج، أو الجزء الثاني اللي هو بحاجة إلى علاج ولا يمكن السفر عبر الطيارة معالجته ومن ثم السفر إلى تركيا. حسب المعلومات اللي وصلتنا القافلة بالكامل رح تطلع، لأنه في إمكانية لإخراجها من مطار بيروت باتجاه مطار المطارات التركية، بالإضافة لأنه بعد ساعتين من هذا الوقت رح تنطلق الطيارة القادمة من مطار هاتاي من تركيا باتجاه بيروت لأخذ الدفعة الأولى. حسب المعلومات الأولى هي الدفعة الأولى من الواصلين من قرى كفرية والفوعة باتجاه الأراضي اللبنانية، ومنها فورا إما للعلاج ضمن الأراضي اللبنانية ومنها أو للدخول إلى الداخل الأراضي السورية. حسب ما نحن عرفنا أنه ما في أي إشكالية على الاتفاقية وعم تمشي بشكل المرتب له. مالك، لو تحدثنا بتفصيل أكثر عن هذه الهدنة، يعني من خرج من الزبداني ومن بقي فيها؟ هلا حسب الاتفاق وما متفق عليه يقضى الاتفاق بخروج 336 جريحا مع عائلاتهم من قرية كفرية والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي، مقابل خروج 123 جريحا مع عائلاتهم، 123 جريح منهم عسكريين أيضا من مع عائلاتهم من مدينة زبداني بريف دمشق عبر الصليب الأحمر إلى مطار بيروت ومنها إلى تركيا وصولا إلى تركيا. هذا هو بند الاتفاق الثاني، ويتم العمل حسب عبر الصليب الأحمر وعبر الجهات الدولية لتطبيق هذا الاتفاق وتنفيذ هذه الأعداد المتفق عليها حسب الاتفاق الثاني. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت عبر سكايب مالك أبو خير مراسل أخبار الآن.